احتفاء بالذكرى 54 لثورة 26 من سبتمبر، احتضنت ساحة الحرية في مدينة التربة حفلا جماهيريا حاشدا شارك فيه المئات من أبناء الحجرية. اليوم نحتفل في مدينة التربة، مدينة المقاومة، مدينة الصمود، مدينة عبد الرقيب عبد الوهاب، مدينة النعمان، مدينة الفضول. هذه المدينة التي طردت الغازي الحوثي وميليشيا المخلوع في أول لحظات دخوله لمدينة تعز وخرجوا مطرودين غير مأسوفين عليهم. اليوم نحتفل في ذكرى سبتمبر. أيها السبتمبريون الأحرار، أحلامنا هي أحلام الأمس بأن نعيش في حرية وفي تعايش ومواطنة، أن تتكافأ الفرص حتى لا يكون لا فرق بين يمني ويمني إلا بالمواطنة الصالحة. التأكيد في المضي على خطى ثوار سبتمبر ومواصلة مقاومة مشروع الإمامة أبرز ما تناولته الكلمات في المهرجان. وقد اختار شعبنا الانتصار للجمهورية للإنسان على الكهنوت وللعلم على الخرافة، للمواطنة على الطبقية، للحرية على العبودية. قيادة الجيش الوطني والسلطة المحلية شاركت بفعالية في الحفل الجماهيري وأكدت في كلماتها الاستمرار في مقاومة الانقلاب حتى تطهير البلاد. هذه يومي فسيروا في ضحاها، فالضحى أشرق منها واكتساها ونسجنا شمسها ألوية تحتها سارت خطانا تتباهى. أنس ألك يا معتلي يا علي، ألوي معتلي وعلي. الفقرات الفنية والمسرحية في الحفل أكدت على أن الحجرية كانت وما تزال مهبط الثورات ومنبع الأحرار. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا، يلخص هذا البيت الشعري مشاعر اليمنيين تجاه ثورة 26 من سبتمبر، والتي ما زال اليمنيون يقاتلون من أجلها حتى هذه اللحظة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.